دلوقتي تعالوا نروح مشاهدينا لجامعة جنوب الوادي ونتابع هناك سير الامتحانات في الجامعة والإجراءات اللي بيتم اتخاذها في اللجان لتأمين امتحانات آخر السنة. كل ده هنعرفه من مراسلنا أحمد الأفيوني. صباح الخير يا أحمد. صباح الخير أحمد، تحياتي لك. بالفعل تواصل جامعة جنوب الوادي هنا في محافظة قنا سير أعمال الامتحانات لفصل الدراسي الثاني وسط استعدادات وتدابير عديدة وإجراءات احترازية ووقائية لخلق مناخ مناسب لأبنائنا الطلاب هنا في جامعة جنوب الوادي. أحمد، تعلم جيدا أن جامعة جنوب الوادي هي واحدة من أكبر الجامعات المصرية في إقليم جنوب صعيد مصر، وبها 63 ألف طالب وطالبة يؤدون الامتحان في 21 كلية، وفضلا عن معهدين للتمريض وفني صحي هنا في جامعة جنوب الوادي، سواء في مقر الجامعة هنا في محافظة قنا أو فرعها في محافظة البحر الأحمر. لكن للمزيد من التفاصيل أحمد، دعني أستقبل معك وعبر الهواء مباشرة الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي. دكتور يوسف، بداية برحب بحضرتك، يعني بداية نتعرف من حضرتك أهم الإجراءات التي اتخذتها جامعة جنوب الوادي لتيسير الامتحانات هنا على أبناؤنا الطلاب، سواء توفير مناخ مناسب لأداء الطلاب الامتحانات بكل سهولة ويسر. أولا صباح الخير على حضرتك، وصباح الخير على كل طلاب الجامعات المصرية المتوجهين للامتحانات في هذا اليوم. جامعة جنوب، وأشكرك على المعلومات القيمة التي ذكرتها معليك في المقدمة. بالفعل نحن جامعة كبيرة، جامعة أكثر من 63 ألف طالب وطالبة، منهم 2300 طالب وطالبة في مقر الجامعة في البحر الأحمر بالغردقة. يمكن إحنا استعداداتنا للامتحانات ابتدت مبكرا عبر إعداد مقترحات جداول للطلاب، والجداول المقترحة تم إعلانها للطلاب بمختلف الكليات ومختلف الأقسام، وتدخل الطلاب في اختيار والتعديل والتبديل حتى يختاروا ما يناسبهم من أوقات ومواعيد ومواد. هذه الجداول المقترحة تم إقرارها أخيرا بواسطة شؤون طلاب وتعليم في الكليات المختلفة، والرفع لإدارة الجامعة لمعالي الدكتور نائب رئيس الجامعة لشؤون طلاب والتعليم الذي اعتمدها. بالتالي أعلنت الجداول المبكر للطلاب. أيضا تم الإعازة لعمداء الكليات قبل بداية الامتحانات بتمام التتميم على القاعات والمقرات التي سوف تعقد فيها الامتحانات، من توفير إضاءة مناسبة، من توفير وسائل تهوية جيدة. يمكن حملة نظافة وحملة تنظيم وترتيب للمقرات الامتحانية قامت بها الإدارة المركزية لشؤون الطلاب المركزية ممثلة في شؤون الطلاب عبر الكليات المختلفة. أيضا الأسبوع ما قبل الامتحانات اهتمينا أكثر، وإحنا نعلم أن الامتحانات سوف تعقد خلال فترة شديدة الحرارة، وإن كنا معتادين في جنوب مصر على الحرارة العالية دائما، يمكن هذا يوم الجو أكثر من متميز، ويمكن ملاحظين حركة الأشجار حوالينا، يعني درجة الحرارة مسجلة 41 درجة، لكن الشعور بالحرارة أقل. داخل القاعات اهتمينا أن الامتحانات تجرى داخل قاعات مكيفة في معظم الكليات، حتى الطلاب اللي بيمتحنوا في الطرقات نتيجة للأعداد الكثيفة اهتمينا أن تكون في وسائل تهوية من مراوح وخلافه، مراوح سقف أو مراوح استندات موجودة في هذه القاعات. أيضا التباعد الاجتماعي حرصنا عليه عبر توزيع الماسكات للطلاب والمسافات البعيدة بين كل طالب وطالب. يمكن شفتوا المنظر داخل القاعات. امتحاناتنا بتجرى في ظروف شديدة الإحكام وشديدة الانضباط. يمكن الامتحانات بتاعتنا ابتدت في أول يوم من شهر 6 في غالبية الكليات، وانتصفت الامتحانات في غالبية الكليات. دكتور يوسف، مع يعني قرب انتهاء الامتحانات، مع نهاية الشهر الجاري، ماذا عن الأعمال الكنترولات والنتائج وإعلان النتائج؟ حابين نطمن يعني أولياء الأمور والطلاب على موعد إعلان النتائج بشكل رسمي. أولا طبعا الامتحانات تصحيح يومي،
نظرا لطبيعة الامتحانات حاليا الامتحانات المميكنة والتصحيح الإلكتروني، فالتصحيح يومي بمجرد انتهاء المادة يتم تصحيحها ورصدها، بالتالي الامتحانات سوف تعلن نتائجها في نهاية الفترة الامتحانية، نهاية المدة الامتحانية. وكما بدأت الامتحانات ابتدت في 1/6 وتنتهي في معظم الجامعة يوم 7/7، يمكن غالبية الكليات انتصفت امتحاناتها أو كادت. الجديد في امتحانات جامعة جنوب الوادي هذا العام أن بعض الكليات في القطاع الطبي دفع بالكامل تخضع للامتحان الإلكتروني المميكن بالكامل، زي الفرقة الأولى من كلية الصيدلة بشقيها، الشق الصيدلة الكلينيكية والمسار العام، أيضا كلية العلاج الطبيعي الفرقة الرابعة، كلية التمريض الفرقة الرابعة، كلية طب الفم والأسنان الفرقة الرابعة. كل دولة هذه الفرق من القطاع الطبي بالإضافة لكلية الطب البشري كلها بتخضع للامتحانات الإلكترونية بالكامل، يعني الطالب عبر بنوك الأسئلة وعبر منه للجهاز الكمبيوتر، يعني تأسيسا لتعويض الطلاب ومد هذه المظلة من الامتحانات الإلكترونية لبقية القطاع الطبي بأكمله. يمكن الفصل الدراسي الثاني اخترنا بعض الفرق من الكليات الطبية، بإذن الله تعالى على العام الدراسي الجديد هتبقى كل الامتحانات في القطاع الطبي كلها إلكترونية من خلال بنوك أسئلة. وده كانت في الأسبقية الأولى من وزارة التعليم العالي جعل الامتحانات كلها إلكترونية، والشكر الجزيل للجهد والدعم الكبير من وزارة التعليم العالي وللدولة المصرية في توفير بنية جيدة لهذه الاختبارات وهذه النوعية من الاختبارات. يمكن جامعة جنوب الوادي بصدد إنشاء مبنى الاختبارات الإلكترونية يسع أكثر من 6000 طالب في الفترة الامتحانية الواحدة. التكلفة الإنشائية الأولية لهذا المبنى 487 مليون، وإحنا بالفعل ابتدنا الإنشاءات في هذا المبنى، يعني العملية تجري على قدم وساق. ودائما وأبدا ما نطلق على موسم الامتحانات في الجامعات المصرية موسم الحصاد، دورنا نوفر بيئة تعليمية مناسبة، ودورنا في فترة الحصاد وفترة الامتحانات توفير بيئة تساعد الطالب على إخراج كل ما تعلمه وتحقيق أمنياته وأحلامه وطموحاته من خلال ورقة الامتحان ومن خلال الإجابة على الأسئلة المتاحة لديه، وأيضا تحقيق طموح أهله. والجامعة في الآخر هي ما إلا هي خدمة مجتمع نحو تخريج مواطن صالح، منتج جيد منافس لسوق العمل، مواطن يتميز ومسلح بكل إمكانيات العصر. دكتور يوسف، يمكن حضرتك كان هناك تجربة رائدة لجامعة جنوب الوادي وهي ربط خريج جامعة جنوب الوادي بمحو أمية عدد من الطلاب وعدد من الأميين هنا في إقليم جنوب صعيد مصر، ماذا عن هذه التجربة؟ أولا إحنا بنحتل المركز الخامس على مستوى الجامعات المصرية في منظومة المجلس الأعلى للجامعات في هذا الجهد. يمكن جامعة جنوب الوادي ابتدت مبكرا هذا الجهد قبل أن يقر عبر منظومة المجلس الأعلى للجامعات على قضاء الكليات الإنسانية وقضاء الكليات التربوية أنه متطلب تخرج للطالب، وده أقرت المجلس الأعلى للجامعات على كل الجامعات المصرية، متطلب تخرج لطلاب الكليات الإنسانية وقطاع التربويات أن يسهم الطالب قبل تخرجه في محو أمية أكثر من 8 مواطنين. ويمكن الجامعة قدمت حزمة من المساعدات للطلاب الناشطين أكثر في محو أمية أكثر من هذا العدد، عبر توفير الكتب المجانية، الكتب الدراسية مجانا، أولوية التسكين في المدن الجامعية، المكافآت المالية. بالتالي احنا جامعة يمكن حققنا السنة دي لهذا العام فقط من خلال طلابنا في القطاع الإنسانيات وقطاع التربويات محونا أمية أكثر من 22,000 مواطن ومواطنة مواطني جنوب الصعيد، وجل نشاطنا كان قائم على مواطني قرى حياة كريمة، المبادرة التنموية الأكبر في تاريخ البشرية. شكرا دكتور يوسف غرباوي، شكرا جزيلا على كل هذه التفاصيل. إذن أحمد، كان هذا هو لقاؤنا مع دكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي حول سير عملية الامتحانية هنا في 21 كلية، فضلا عن معهدين هنا في جامعة جنوب الوادي. وعودة إليك أحمد مرة أخرى. شكرا أحمد الأفيوني، مراسلنا مراسل صباح الخير يا مصر.